تكندت الفرقة من ضبط وحجز صفيحتين من المخدرات قنابة هندية يقدر وزنها 209 غرام، 2300 قرص مؤثرات العقلية مختلف الأنواع، 5 أسلحة بيضاء محضورة من صنف السادس مختلف الأحجام والأنواع. مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 1,271,600 دينار جزائري من عائدات المتاجرة بهذه السموم، مركبة سياحية تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم. بعد استئمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة.